بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، حلقة جديدة من حصاد النهار، دايما موجودين معكم بإذن الله في حصاد النهار يوم الجمعة ويوم السبت. أكيد هبدأ وأتكلم عن فوز منتخبنا الوطني على بوتسوانا في استاد القاهرة الدولي في حضور الجماهير الجميلة اللي ادت روح في المدرجات، ولا بس تروح مرة أخرى في المدرجات بشكل محترم جدا، في حضور سيد معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب والرياضة، في حضور السيد أشرف العربي وزير التخطيط، السيد هاني ضحي وزير النقل، السيد عادل العدوي وزير الصحة، وهقف عند وزير الصحة. كنت واقف مع زميلي مصطفى الراسخ من قناة النهار، كان بيعمل لقاءات كنت واقف معاه، ولما دخل رئيس وزير الصحة كان نفسي يسألوه سؤال، أو يعني هو الناس حواليه وقالوا له يلا نركب العربية بسرعة، إنهم يسألوه سؤال مهم جدا على مرض الإيبولا، لأن مرض الإيبولا هدد المغرب. المغرب خلاص انسحبت نهائيا من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، أو من نهائيات سوري كأس الأمم الأفريقية 2015. موضوع مهم كان نفسي حد يتكلم فيه، لان الموضوع ده في انديه مصريه بتسافر القاره الافريقيه، في بعد كده هيبقى عندنا النادي الاهلي وان شاء الله النادي الزمالك، ويبقى في عندنا سموحه، واعتقد ممكن تبقى فرقه بتروجيت تقريبا او حد تاني هيشارك في البطولات اللي هي بطوله دوري رابطه الابطال الافريقيه ودوري الكونفدراليه الافريقيه. كان نفسي يرد علينا الرد ده، وايه الاحتياطات، وايه انت ازاي بتطالب. وعندي اهو يعني اول خبر من الاخبار قبل ما ارجع تاني لمباراه مصر وبوتسوانا، جمال علام ملف استضافه مصر لامم افريقيا 2015 على مائده مجلس الوزراء. بالتاكيد انا بتمنى وكل الناس معايا بيتمنوا ان احنا ننظم كاس الامم الافريقيه 2015، لكن لازم نبقى منطقيين. احنا عندنا دوري بيتلعب من غير جمهور في ظل خروج بعض العابسين على النص، في ظل خروج بعض العابسين على الروح والتقاليد اللي دخلوا استاد القاهرة بعد ما جبنا الهدف، وشتموا المشرف مرتضى منصور، وشتموا الشرطة، وشتموا. أعتقد أن ده سلوك غير لائق جدا لجماهير كرة القدم المصرية. أنت بتعاني في ظل أزمة بقالك 4 سنين، في ظل تغيير في المناخ السياسي المصري لثورتين حصلهم، في ظل بعض السلوكيات، في ظل بعض الخروج عن المألوف، انت بقيت شايف ان الموضوع ده بالنسبه لك عادي جدا. ايه المشكله يعني ايه المشكله لما اعمل مشكله، او المشكله لما اصدر مشاكل لينا؟ اكبر كان تصدير المشاكل كان مباراه مصر وبوتسوانا، المباراه اللي بتتلعب تحت مظله الاتحاد الافريقي اللي هو تحت مظله الاتحاد الدولي، والمباراه دي دايما بتبقى مسمعه عالميا، لان دايما تلاقي موقع الفيفا وكل وكالات الانباء، وفي وكالات انباء رياضيه بتيجي بتغطي البي بي سي، وبعض الوكالات رويترز والوكالة الألمانية والوكالة الفرنسية والوكالة الأسبانية، كل الناس دي لها مندوبينها المصريين اللي بيغطوا الأخبار دي للوكالات الأجنبية. كان هيبقى شكلك وحش قوي في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في حضور وزير الرياضة والوزراء اللي اتفضلت وقلت لحضراتكم عليها، يعني قلت لكم عليها دي، انهم كانوا موجودين في المباراة. مع احترامي الشديد جدا، وانا بتمنى كمصري وبحب مصر وبحب تراب مصر، ان احنا ننظم بطوله، بس احنا عايز اقول يعني اعتقد الكلام ده كلام غير منطقي بالمره. انت ما انتش عارف تعمل دوري في جماهير لظروف صعبه. اولا الامن الوطني المصري هو خط احمر، مع يعني عايز اقول ان الامن المصري خط احمر، الامن المصري هو فوق الجميع، فوقنا كلنا، يعني طفل، ولد، راجل، لاعب، اي حد ضيف جاي يتفرج على مباراه في مصر ويحصل له مشكله هتبقى فيها يعني رد فعل يحرج القياده السياسيه اولا، ويحرجنا احنا كشعب قدام كل الناس، ان احنا مش عارفين نامن مباراه، نامن بطوله، ننظم بطوله، رغم ان احنا المفروض والطبيعي ان احنا لنا باع طويل جدا اكبر فرقه افريقيه او مصر او بلد فاز بالبطولات الافريقيه. اعتقد ان الموضوع ده اتمنى يا رب ان احنا لو عندنا نصيب ننظم البطوله، بس انا شايفه صعب بالمنال بكتير جدا. السودان اللي فيها استقرار واللي احنا كنا بنطالب اي مشكله عندنا نروح نلعب ايام الثوره نلعب ماتشاتنا في السودان رفضت. المغرب كان عندها رفض قاطع ان صحه المواطن المغربي فوق الجميع، يعني المغرب المواطن المغربي ايبولا ده مرض خطير جدا لسه ما عرفلوش يعني حلول،
لدرجه ان في ممرضه او دكتوره امريكيه جالها المرض ده في ولايه من الولايات، الرئيس الامريكي اتكلم على الموضوع ده واهتم بالموضوع ده اهتمام غير عادي. لاعب من لعيبه غينيا المحترف اسبانيا اعتقد بنجورة او حد منهم، وهو مسافر من على الترانزيت على طريق المغرب، كلموه من المغرب يرجع تاني اسبانيا. عايز اقول ان الموضوع بقى فيه وعي وبقى فيه فكر كبير جدا، بمعنى ان انت مش عشان تنظم بطوله تعمل كل الناس هتكشف عليهم ازاي. يعني انت جاي لك مثلا وفود كله اجمالي هنقول 100,000 بالجماهير ولا 150,000، هتسيطر عليهم ازاي؟ يبقى عندك القدره ازاي انك انت كل واحد داخل تعرف تكشف عليه او تعرف هو مصدره منين. ممكن كنت تقدر تقول ان البلاد اللي فيها مرض والوباء فيها متفشي ممكن تقول انك انت مش عايزينهم او ما يشاركوش، بس ده مش قرارك، لان ده قرار لوائح لوائح تنظيميه، فرقه كسبت او فرقه كسبت من طريق المسابقه اللي بتنظمها من قبل الاتحاد الافريقي اللي هي التصفيات ووصلوا فيها للنهائيات. الموضوع ممكن يقف حالا عند الجزائر، لان جنوب افريقيا برضو عندي خبر، جنوب افريقيا تعتذر عن استضافه امم افريقيا 2015 على الرغم من جاهزيه جنوب افريقيا للبطوله من الملاعب. قبل كده كان في بطوله للشباب راحوا برضو حصل فيها مشكله راحت هناك جنوب افريقيا، لانه عندهم استادات البنيه التحتيه لكاس العالم 2010 في جنوب افريقيا ادت لهم ادفانتج كبير جدا انهم ممكن في اي وقت في اي وقت في اي مكان واي زمان انهم ينظموا اي بطوله. عندهم نظام، عندهم مرور، عندهم استقرار سياسي، على الرغم ان جنوب افريقيا دي عانت كتير جدا من العنصريه ونيلسون مانديلا والسود والبيض، وبعد كده افرجوا عن مانديلا بعد 30 سنه ولا 27 سنه في السجن ورجع تاني قعد على سده الحكم، وبعد كده تصالح مع كل الناس، وبعد كده تنازل طوعيه انه مش هيترشح تاني للانتخابات، ومشيت جنوب افريقيا مع اول تنظيم ليها 1997 فازت بالبطوله، ودي كانت انطلاقه جنوب افريقيا، وجي منها بعد كده تنظيم كاس العالم في القاره الافريقيه لاول مره. اعتقد ان يعني البطوله بالشكل ده لما حالا بقت بعيده عن المغرب، طب ماشي اوكي بعيد عن المغرب، طب بعدين السودان قال لك لا، جنوب افريقيا قال لك لا. ده كان ده تصريح عن هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي، قد كشف في وقت سابق عن استقرار الاتحاد الافريقي كاف على غانا وجنوب افريقيا ليكون احدهما المستضيف لنهايه كاس الامم الافريقيه 2015 في حاله انسحاب المغرب رسميا. هل غانا قادره انها تستضيف وانت النهارده في اكتوبر فاضلك بالظبط تقريبا يعني قول شهرين يعني او شهرين ونص عشان برضه من اشهر لغايه 3 شهور، هل عندك القدره انك انت تعرف تعمل بطوله، ولا البطوله بقت بطوله محليين بقى زي البطولات المحليين اللي هي ملهاش اي لازمه وبتتلعب ومحدش فاكر عنها اي حاجه؟ يعني مثلا يقول لك قبل كده ليبيا والسودان ومش عارف مين ومين وفازوا وتونس وفازوا ببطولات المحليين، مفيش حاجه اسمها بطولات محليين، انت بتلعب بطوله افريقيه تحت مظله الاتحاد الافريقي، لازم كل فريق يبقى عنده فريق قوي جدا، فريق بيمثل بشكل كويس جدا، لان فيه الحقوق التسويقيه في وجود النجوم غير الحقوق التسويقيه في وجود اللاعبين المحليين، بالتالي المسابقه بتختلف من كل النواحي، الناحية التنظيمية، ناحية الاهتمام الإعلامي، الناحية التسويقية، ناحية الإخراج التلفزيوني، يعني من كل النواحي بيبقى لها شكل ومضمون تاني خالص. أرجع تاني لموضوعنا المهم جدا وهو موضوع مباراة مصر وبوتسوانا. مصر وبوتسوانا كنت موجود في المقصورة الرئيسية، وكان موجود معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وكان سعيد جدا بوجود الجماهير والناس كلها كانت سعيدة ومبسوطة. المباراة من الناحية نقول الفنية ما كانش، كنا شايفين ان ممكن منتخب مصر لما فاز بره الارض بهدفين انه هنا ممكن يجيب 3 أو 4 أهداف، لكن فلسفة خارج الارض وداخل الارض بتختلف تماما. الفريق اللي جاي بوتسوانا فريق ما عندوش اي حظوظ، اموره صعبة جدا، اموره صعبة ومش فارقة مع اي حاجة، جاي بيلعب بكل يعني هدوء بكل اريحية، جاب جون جاب ما جابش ما جابش، اتغلب ما اتغلبش، بالنسبه له الموضوع بالنسبه له ما هوش هو الموضوع اللي هو هيخليه انه يعني 3 نقاط لو فاز فيهم على مصر او تعادل هيفرقوا معاه. لكن فوزنا ده زي ما قلت قبل كده، فوزنا خارج الارض وفوزنا في المباراه اللي كانت يوم الاربعاء على بوتسوانا، هو فوز نقول في الاول اعاده الاستقرار لمنتخبنا الوطني، اعاده الهدوء، الثبات على التشكيل،
حاجة تانية مهمة جدا، انه عامل نفسي ومعنوي كبير جدا لمباراة السنغال. انا بقول ان مباراة السنغال بعد ما الاشقاء التوانسة في تونس وادائهم الرائع جدا، واتمنى نجيب احمد صلاح اي حد من تونس يكلمنا على ان المنتخب التونسي ماشي بخطة كويسة جدا، عامل منتخب ولا اروع، عنده قدرة انه يخلص المباريات في الدقائق الاخيرة. يعني قبل كده بوتسوانا، كانت بوتسوانا متقدمة عليه في الدقيقة تقريبا 70 او 75، اتعادلوا في اخر دقيقة حقق الفوز، اتعادل مع السنغال بره الارض وعلى ارضه فاز على السنغال في اخر دقيقة. مباراة السنغال في مصر لازم يبقى لها استعداد خاص، لازم يبقى لها طموح، لازم نرجع تاني روح 2006 و2008 و2010 ونقول لمصر ونقول لكل الناس المساندة ونقول للاعيبة مصر انتوا في مأزق كبير جدا، بقالكم 3 دورات مش موجودين في كأس الأمم الأفريقية. أعتقد إن تاريخنا الكبير جدا في البطولات ما يخليناش بعاد كل البعد عن البطولات الأفريقية. معنا طبعا الزميل الاعلامي وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم كابتن خالد لطيف. تحياتي كابتن خالد. المهم هنرجع تاني نتواصل مع الكابتن خالد لطيف. كابتن حسن فريد بيقول معسكر السنغال ينطلق 6 نوفمبر مبدئيا وننتظر قرار كابتن شوقي غريب. دايما منتخبنا الوطني معودنا انه دايما ما كان مع الكابتن حسن شحاده وجهازه المعاون، وكان موجود معاه الكابتن شوقي غريب، انهم في الفترات الطويله او الفترات اللي هم بيبقى فيها مع بعض بيقدروا يتلموا مع بعض ويقدروا يبقى فيها هارموني وتجانس، ويعني قريبين من بعض ويقدروا يعملوا شكل ولون كويس جدا. رجعنا تاني طبعا زميل الاعلامي والمعلق الشهير وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم كابتن خالد لطيف. تحياتي. الو يا كروان. يا محمد انا مستمعك يا محمد. مستمعني. طب نرجع تاني نتواصل معاك كابتن خالد، احنا اسفين هتواصل معاك تاني. المهم لما بيقعدوا مع بعض فتره طويله بيأدوا اداء كويس جدا، بيبقوا يعني نتمنى يا رب المسانده المعنويه، المسانده الجماهيريه، مسانده القياده السياسيه. اعتقد حضور رئيس الوزراء والوزراء والكم الكبير جدا من الوزراء ده يعني ان كره القدم بتعود. حضور الجماهير اللي لو كان 20,000 ولا كانوا اقل شويه ده حضور برضه مهم جدا. مباراه السنغال هيفتح اكيد السيد محمد دوري وزير الداخليه اكيد عنده حس وطني وعنده يعني امل كبير جدا كمواطن مصري قبل ما يبقى وزير داخليه انه يبقى ده لقطات اهوت محمد جلال في 2006 في 2006. رجعنا تاني كابتن خالد لطيف. كابتن خالد. محمد ازيك يا كروان. الصوت عندكم واضح ان في مشكله يا محمد، ده احسن شويه من اللي فات بس مسمعك كويس برضه سامعني كويس. كابتن خالد انا بقول لك الف مبروك. المباراه القادمه امام السنغال هي عنق الزجاجه بعد فوز تونس على السنغال. اعتقد ان المباراتين الفوز بره الارض وداخل الارض على بوتسوانا كان دفعه معنويه مع نقول تكاتف كل الجهود من الاتحاد المصري لكره القدم، الجماهير، مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضه، الاعلاميين، كل ده اعتقد هنهيئ المناخ المهم جدا لكابتن شوقي غريب لمباراه السنغال. ما فيش شك. اولا انا بحييك على برنامجك الجميل وده حاجه مش جديده عليك، انت مذيع متالق وربنا يخليك جميله جدا وعائله اعلاميه ما شاء الله. ربنا يخليك كابتن. وطبعا كان فوز مهم جدا ودفع معنويه مهمه جدا ما فيش شك، لكن ارجع واقول لك برضو اعتقد يعني ده رايك وراي الكثيرون من اللي بيتابعوا منتخبنا الوطني، مش عايزين نفرط في الفرحة والتفاؤل بالزبط. عايزين نتعامل مع مرحلة بمنتهى التركيز والأهمية وبدون الفرط في التفاؤل، بدون الفرط في الثقة، بدون الفرط في ان احنا خلاص قربنا نوصل. لا، منتخب السنغال من المنتخبات القوية، خلينا نتكلم بأمانة حتى فنيا من وجهة نظري حتى الضيقة ان المنتخب السنغالي اقوى من المنتخب التونسي بغض النظر عن نتيجة اللقاء السابق ان تونس بلغة الكرة كده وبلغة الخبراء خطفتنا أكيد. في الدقيقة الأخيرة طبعًا. لكن مستوى المنتخب السنغالي مستوى كبير، عايزين من وجهة نظري الشخصية أنا ما يهمنيش أكسب السنغال 1 ولا 2 ولا أقعد أحسب الحسبة اللي الناس بتفكر فيها، لا أنا أفكر إن أنا إزاي أكسب المنتخب السنغالي بأي نتيجة بالظبط، وإزاي أفكر أكسب المنتخب التونسي عشان أصل لبطولة كأس الأمم الأفريقية. لكن الناس اللي بتقول نكسب 2 أو لا نكسب في أكبر من فرق 2 عشان يبقى اللقاءات المباشرة ما بيننا وما بين السنغال، اعتقادي الشخصي إن الحسبة دي هتشتت لعبتنا
عن الهدف المنشود بالزبط. وهو الفوز وحده فقط، فوز وحده فقط. يبقى زي ما احنا كده داخلين كنا في تسوانا في مباراة لا تقبل القسم على اثنين، سواء في اللقاء الاول او اللقاء الثاني، مباراتنا المتبقية سواء المنتخب السنغالي او المنتخب التونسي، اكثر السنغال 1-0 هبقى سعيد جدا، لان هيبقى فاضل لي خطوة متبقية اكسب فيها المنتخب التونسي ان شاء الله الشقيق اوصل، انما ان انا اكسب 2 أو 3 ممكن يشتت تركيز اللعيبة والجهاز الفني والجماهير حتى اللي بتتابع هذا اللقاء. طيب. ممكن تستعجل الفوز بالزبط. وقت ما ينفعش نستعجل فيه الفوز. فكرة القدم انت عارف، وشفنا منتخب تونس وسط يمكن امتلكنا للكرة في اللقاء اللي كان في مصر نجحت في احراز هدف. طيب كابتن خالد، انا شفتك كنت بتقدم شوط تحليلي في النيل الرياضه وانا كنت موجود في المقصوره الرئيسيه، شايف الجماهير ووجود السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء اللي انا قلتهم في بدايه البرنامج، تقريبا 5-6 وزراء موجودين، موجود جماهير، شايف ان ده ممكن يزيد ودعم القياده السياسيه بوجود الوزراء وجود جماهير اكتر في مباراه السنغال، ومع كلنا نقف مع الكابتن شوقي في تاجيل مباراه الاهلي وادي دجله في المعسكر يبرق بدري شويه، شايف ان ده يدينا فرصه كبيره جدا ان شاء الله نحقق الهدف المنشود ان شاء الله. حاجه محترمه جدا جدا وجود السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على راس عدد من الوزراء، وجود المهندس خالد عبد العزيز وقربه الشديد من منتخبنا الوطني في كل المراحل شيء رائع جدا لما يكون عندك مهندس ووزير الرياضة قريب من الاتحاد المصري لكرة القدم وقريب من المنتخب. الجمهور كان شيء رائع جدا، وان كان لي عتاب شديد لجمهورنا او بعض الجماهير. هم بعض يا كابتن خالد، بعض ما تذكرهمش. بص يا كابتن، ما تذكرهمش عشان ما تعملهمش أهمية، لأن يعني يعني أنت فريقك ومنتخبك وعالم بلدك موجود، لا يعني المفروض ما تعملش أي حاجة. بقى أنت جبت الخلاصة، مش تذكرهم، لكن عايز أقول كلمة واحدة بس. ليهم العقاب هيكون شديد جدا، واي حد هيقف في العقاب الشديد لهؤلاء البلطجيه مش هنبقى معاه. طيب كابتن خالد، انت راجل اعلامي وراجل عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وانا كراجل اعلامي ومصري بتمنى ان احنا نستضيف ملف 2015، بس انا قلت في المقدمه اعتقد ان ده يعني مش في صالحنا، لان احنا عندنا ظروف سياسيه بنمر بيها بعد ازمه سياسيه كبيره جدا، وما فيش جماهير في المدرجات، مش عايزين نامن بطوله او نعمل بطوله ويحصل فيها مشاكل. بص مش عايزين نتسرع. بالظبط. الملف ده ملف في منتهى الخطوره. برافو عليك. برافو عليك. بنفس التوقيت. برافو عليك. منتهى الخطوره والحساسيه من كذا ناحيه. طبعا. صحيا. طبعا. امنيا. طبعا. فنيا، عايزين مش عايزين مفرحش ان انا استضيف عشان اشيل العبء النفسي والفني من على منتخبنا في الماتشين الباقيين وادخل في قصه صحيه وامنيه ممكن تاثر على كره القدم المصريه. عارف كابتن خالد، كابتن خالد انا كنت واقف انا قلت الكلام ده، كنت واقف مع زميلي مراسل قناه النهار، وجاء السيد عادل عدوي وزير الصحه، كنا الاولاد عايزين نسالوه، الحرس اللي حواليه يلا اتفضل يا فندم اتفضل، عايزين نسالوه على ملف الابولا، يعني كان نفسي يقف كوزير صحة مصر السيد الدكتور عادل عدوي تقف تتكلم ان في منتخبات في مراحل سنيه مختلفه، في سنه جايه ان شاء الله 4 فرق او 3 هيشاركوا في البطولات الافريقيه، تتكلم ازاي احنا فرقنا ازاي نحد من خطوره انتشار مرض كبير جدا. المغرب وقرار الحكيم لوزير الرياضه المغربي قال لك رد قاطع، احنا مش هننظم البطوله. كان المفروض كان يقول الكلام ده للناس. هو ما وقفش. ما وقفش، لا يعني خدوه كده بسرعه وما اتكلمش. لا لا، عندي اعتاب شديد جدا لي، وخاصه في هذه الوزاره النشيطه على راسها المهندس ابراهيم محلب. طبعا راجل يعني محترم. يعني لازم وزير الصحه يشوف رئيس الوزراء بيعمل ايه، ويعني مش ما اعتقدش ان المهندس ابراهيم محلب اقل منه، ده رئيس الوزراء والوزراء كلها مسؤولين يعني من تحته. هم كابتن خالد، هم اللي حواليه، الحرس اللي حواليه بتاع اتفضل اتفضل اتفضل، يعني المفروض يقف طالما في الكاميرات وبتساله على موضوع مهم جدا. فرصة. المفروض يقف. فرصه فرصه طبعا فرصه، مش فرصة. الناس مش هتقابله وهو بيسمعنا دلوقتي، او يعني اكيد حد هيبلغه او جهازه الاعلامي او مستشاره الاعلامي. بالظبط. يبادر هو ويعمل مؤتمر صحفي. برافو عليك. بهذا المرض. برافو.
يقول لنا ايه مخاطر هذا المرض. يا جماعه اكتبوا اهو، احنا يعني من خلال حصاد النهار بنطالب السيد عادل العدوي وزير الصحه بمؤتمر صحفي او المتحدث الاعلامي يطلع يتكلم خطوره المرض ده لو نظمت البطوله دي في مصر، خطوره ازاي، كيفيه ان احنا نحافظ او يعني نحمي لاعبينا اللي بيسافروا في البطولات الافريقيه المختلفه. احنا مش كره قدم بس، في يد وفي سله وفي طايره وفي حاجات كتير جدا وبطولات كبيره جدا كابتن خالد. بالظبط. وكيفيه تعامل منتخباتنا المختلفه في كل اللعبات اللي انت قلتها يا محمد لما يجي يسافروا دوله من دول غرب افريقيا اللي فيها الايبولا. تمام. ده مهم جدا وده تمام. احد ادواره المهمه، فانا بناشده وبطالب منه ان هو يعني ينظم مؤتمر صحفي يكلمنا فيه ويعرف يمكن الرياضيين مخاطر هذا المرض. انا لو معايا هتشوف يعني ممكن اعرض، لو جاهز هتشوف هو بيركب العربيه لو من غير مونتاج هتشوفها انه سريع جدا وما وقفش يتكلم. انا يعني كان نفسي يقف يقول الموضوع ده، انا شايفه مهم. نجمنا الكبير كابتن خالد لطيف الاعلامي وعضو الاتحاد المصري لكره القدم، شكرا جزيلا. كان موجود ايضا يعني كان برضه ظاهره جميله شفتها من وجهه نظر شخصيه، طبعا احمد حسام ميدو نجمنا الكبير ورئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، كابتن بشير التبعي ان شاء الله اللي هيبقى ضيفنا بكره مع الكابتن احمد بلال في حصاد النهار، كان موجود وموجود ولاده معاه يعني برضو دعم، عملوا دعم. كان موجود النجم ايهاب توفيق، موجود نجوم كبيره جدا موجودين، كانوا عاملين يعني حاله جميله جدا. هطلع فاصل نشوف فيه بشير التبعي واحمد حسام ميدو، وهرجع تاني فتره الاخبار حوالي تقريبا كمان كم خبر، وبعد كده معايا الاستاذ شريف شدوى نائب رئيس مجلس اداره المصري البورسعيدي. استاذ شريف شدوى صديق العزيز، الراجل المحترم اللي بيحب بورسعيد وبيحب النادي المصري البورسعيدي، هيتكلم معانا عن المصري البورسعيدي، هيتكلم معانا كرئيس لمنطقه كره القدم في بورسعيد، الاحوال، الدوري العام المصري، كل الاجواء المحيطه على الكره المصريه، النادي الاجتماعي لبورسعيد، يعني حاجات كتيره جدا. هنطلع لفاصل نتفرج على ميدو وبشير ونرجع تاني في كام خبر ونستقبل ضيفنا العزيز الكابتن شريف شادو. طبعا احنا جايين نساند مصر الاول والكابتن شوقي والجهاز واللعيبه، الحمد لله مكسب كويس باذن الله. شايف ان دي دفعه معنويه ان شاء الله باذن الله. نتمنى بس ان ماتش تونس والسنغال النهارده يطلع في مصلحتنا باذن الله. شايفين تونس والسنغال يكسبوا لصالحنا؟ لا، اتمنى ان تونس تكسب لان السنغال جايين لنا. تونس لو كسبت السنغال جايين لنا، يعني النتيجه الافضل ان تونس تكسب ان شاء الله. شايف حضور الجماهير النهارده وبادره كويسه جدا؟ طبعا، لكن شويه الناس اللي دخلوا دخلوا حاولوا يبوظوا الماتش، لكن 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 جمهور مصر الحقيقي رد عليهم. عمر بشير التبعي. عمر بشير التبعي، انت طبعا زملكاوي زي بابا اكيد. لا. اهلاوي؟ اه. بجد والله؟ ايه ده يا نجم؟ خافك يا نجم على الهوا. طب يعني طب قول لي بقى النهارده كنت بتشجع مين في منتخب مصر؟ محمد صلاح. محمد صلاح. اسمي مريم. مريم، انت قولي لنا مبسوطه النهارده، انت شايفه منتخب مصر بقى بيفوز النهارده وكده؟ اه، كان بيلعب كويس. كان بيلعب كويس. ومريم زملكاويه. ومريم زملكاويه ولا اهلاويه بقى؟ زملكاويه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي طبعا. اهلاوي، كده 2-1 يا نجم. كده 2-2 بقى، 2-2. طب قول لي بقى النهارده مبسوط انت بتشوف منتخب مصر النهارده بيأدي وبيفوز النهارده؟ اه كويسين الحمد لله، بيلعبوا كويس ان شاء الله ممكن يجيبوا 4. تمام. ولو بس يضغطوا كويس وكويسين يعني برضو نص الملعب بس يتحرك كويس. رجعت تاني بعد الفاصل، وده كان لقاء لنجمنا كابتن بشير التبعي ولاده اللي هم بيقول لك احنا اهلاويه. ده بقى خلاص كل واحد عنده ابنه يعني له مطلق الحريه، لو نجم زملكاوي مش لازم يبقى زملكاوي، بيحب الاهلي، بيحب الزمالك، بيحب الاسماعيلي، بيحب الترسانه المحله، ده حاجه حريه شخصيه. زي ما قلت هيبقى معانا بكره نجمنا الكبير احمد بلال والكابتن بشير التبعي، وهيبقى معايا بعد شويه الاستاذ شريف شدوى نائب رئيس مجلس اداره المصري البورسعيدي. حسن فريد سوري جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بيقول يعني بيضغط على الصقر للترشح في الانتخابات البرلمانيه للبرلمان القادم. البرلمان القادم اعتقد انه هيبقى برلمان مهم جدا. احمد حسن عنده مشاريع او عنده يعني حاجات كتيره جدا بيعملها، انا اعرفه على المستوى الشخصي. اعتقد وجود نجم بحجم وقيمه احمد حسن في مجلس جاي، مش عارفين مين افرازاته هتبقى ايه، اعتقد ممكن من ناحيه الرياضه يبقى حاجه كويسه جدا. احمد حسن شخصيه محترمه جدا، يعني راجل مثقف، راجل بيعرف يتكلم، راجل تاريخ كبير جدا، اسم وتاريخ كبير جدا في عالم كره القدم، نتمنى له كل توفيق. لكن هل زواج الرياضه بالسياسه ممكن
يبقى زي زمان او لا، او مردوده ايه ده يعني. طيب اتكلمت مع خالد لطيف على تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة عشان منتخبنا الوطني، ومعايا تصريح بيقول أن السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي ودجلة رغم تأثيرها على جدول الدوري. حاج عامر حسين تحياتي. أستاذ محمد وسلم على حضرتك. وحشنا حاجة عامر يا محترم. الله يخليك الله يبارك فيك. يعني حضرتك في تصريح بالنسبة لك، حضرتك بتقول تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة عشان منتخبنا الوطني رغم تأثيرها على شكل وجدول المسابقة. طبعا احنا بنحط الجدول كان في سياسه للجهاز الفني على انه بيعتمد على الدوري بشكل كامل على تجهيز اللاعبين، خاصه ان كان في حوالي 12 محترف خارج مصر، كان الكابتن شوقي استدعاهم في المباراتين الاولانيين، فما كانش في طبعا فرصه انه يعمل معسكر لان عدد اللعيبه المحليين اللي هيبقوا في التشكيل الاساسي هيبقوا قليلين جدا، فكان الاعتماد على الدوري المصري لان حضرتك عارف ان اللعيبه اللي في الخارج المحترفين بيجوا قبل المباراه الرسميه باربع ايام بالظبط، وبالتالي اي معسكر تأويل ما كانش هيفيد الكابتن شوقي. يمكن بعد المباراتين السنغال وتونس الجهاز الفني غير السياسه بتاعته وبقى يعتمد اكتر على اللعيبه المحليين تمام، المحترفين المحليين تمام، وبالتالي طبعا احنا كنا حاطين المباراه المؤجله للاهلي من الاسبوع الثاني يوم 9/11 مباراة وادي دجلة والاهلي بالظبط، بعد الاسبوع الثامن اللي هو يبدا من يوم 3 بدل من 10 في نفس الشهر وينتهي يوم 6/11 اخر مباراه في الاسبوع الثامن. فتم الاتفاق ان الكابتن شوقي هيعمل التجمع يوم 6/11، خاصه ان يوم 6/11 ده في مباراه واحده بس هي السموحه والمصري، وحضرتك عارف ان ما فيش الا ابراهيم عبد الخير بس اللاعب الوحيد اللي في المنتخب من نادي سموحه بشكل اساسي. فممكن الكابتن شوقي يجمع يوم 5 يجمع يوم 6 المعسكر بتاعه ويلعب يوم 14. حاج عامر انا عاجبني يعني قرارك وحزمك واصرارك على شكل مسابقه الدوري العام المصري السنه دي. كان في فعلا يعني تداول في الكواليس، كان في دايما قبل كل مباراه للمنتخب في خلاف ما بينك وبين الكابتن شوقي صحته من عدمه. لا طبعا مش خلاف، هو طبعا الراجل بيدور على مصلحه المنتخب اللي هي المصلحه، وانت برضه بتدور على شكل الدوري، وانا بدور على شكل الدوري اللي هو مصلحه المنتخب، لان حضرتك عارف ان بعد المباراتين الاولين قال ان عشان ما كانش فيه دوري بالظبط فالنتائج سيئه، مش لما يبقى فيه دوري هنطلب تاجيل الدوري بالظبط، خاصه ان دوت 20 نادي عمرها ما حصلت في مصر، ان 20 نادي 38 اسبوع وداخلين على ارتباطات كثيره جدا في الدور الثاني، وشهر فبراير اربع انديه اللي هتشارك افريقيا، المنتخب الاولمبي، بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله عندنا تفاؤل كبير إن إحنا نوصل لها، هناخد حوالي 40-45 يوم توقف، ففي ارتباطات كتيرة جدا، فده لمصلحة الدوري، مش بعمل مصلحة الدوري عشان دوري عامر حسين، لا ده في التزامات مالية غير زمان، يعني في ناس برضو كانت تطلع وللأسف من داخل الاتحاد يقول لك الكابتن جوري كان بيلغي الدوري ويأجل الدوري على كيفه، لا لا لا, لا دي موضة قديمة خلاص ما عادش ينفع، في استحقاقات في لعيبة في مرتبات في رعاية في قنوات فضائية حضرتك بتقول اللي هو الصح دلوقتي الامور اتغيرت تماما طبعا، انما بقدر الامكان ما بنقدر نساعد المنتخب طبعا اللي هو يهمنا كلنا، فعلى طول طبعا رحبنا بتاجيل مباراه وادي دجله والاهلي اللي هي المؤجله طيب. اصلا من الجوله الثانيه. حاج عامر على العهد وماشي زي ما انت باستقرارك بحبورك بالدوري ان شاء الله ان شاء الله لبر الامان، ما فيش مؤجلات، في انتظام في الدوري العام المصري ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. شكرا حاج عامر حسين، شكرا جزيلا حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم. كان في لقاء تاني هيجهزه لنا جلال لميدو، وبعد كده اطلع فاصل طبعا نستقبل ضيفنا الكبير طايق معانا. طيب معانا الحاج احمد الصحيفي المشرف العام على الكره طبعا بالجونه. حاج احمد اهلا وسهلا كابتن محمد، ده حضرتك ايه اخبار المراقبه؟ ايه عندك مراقبه جامده قوي في الامتحان. والله يعني بس ان شاء الله يعني نكون هديها ان شاء الله ونعدي بالماتش برد امان ان شاء الله. طيب استاد وادي استاد الجونه، انا كنت متابع حضرتك على الفيسبوك في الكشافات وكله خلص. هو خلص كله طبعا، وتركبت كابلات الكهرباء يعني طبعا يعتبر هو الشيء بيبقى البسيط اللي هو مكلف ماديا وبسيط في تركيبه اللي هو الكشافات والمحولات ان شاء الله. ماتش مهم للجونه بكره مع دمنهور، شايف برضو دمنهور يعني بدا يعني يشم نفسه شويه. والله يا كابتن هو فعلا هو الدوري طبعا صعب جدا السنه دي، ودوري كويس ودوري يعني بادئ من بدايته ساخن الحمد لله،
بكره مباراه، ما فيش اي مباراه يبقى ليها حسابات طيب. فيها طبعا كل مباراه مباراه، ان شاء الله بكره مباراه تبقى يا صعبه الفريق ان شاء الله ربنا يكرمنا. حاج احمد انا افتكر الموسم اللي فات في برنامجي اتكلمت وكان عملت لقاء مع تسوبل، انت عارف بتكلم الماني، واتكلمته على استعداده للدوري اللي جاي ان شاء الله. قال انا محتاج كم مركز معين، انتوا طبعا اكيد انت سامح ساويرس بتوفروا له كل الامور. انا شايف ان الجونه نقطتين في الدوري عام مصر حتى الان حاجه صعبه قوي. هو فعلا هو طبعا هو يمكن احنا اللي ناقص النادي الجونه حاليا في الوقت الحالي بالظبط، محتاجين فرود او فرودين ان شاء الله هنقدر نجيبهم في شهر واحد. طبعا كان صادف معانا سوء حظ اصابه اثنين فراوده، شريف اشرف وعمرو السعيد قبل بدايه الدوري، فده كان يعني هو ده كان من الاسباب الرئيسيه ان كان فرقه الجونه يعني بتمسك كوره بس للاسف ما فيش اللي بيترجم الكوره للهدف في النهايه. فالحمد لله ان بكره كله جاهز، وعوده شريف اشرف وعمرو السعيد وحارس المرمى، وان شاء الله يعني في وعد من اللعيبه ان شاء الله ان احنا ننسى الاربع ماتشات اللي عدوا ونبتدي من جديد ان شاء الله. طيب. وربنا يكرمك. حاج احمد انا عارف انك انت راجل صعيدي ودغري وستريت زي ما بيقولوا، يعني النتائج دي مع رينا سوبل لو مشيت في الاتجاه اللي انتم مش عايزينه، هل في تفكير في يعني في استخدام مدير فني جديد، ولا انتم بتدوا الفرصه للاخر؟ بص يا كابتن محمد، بتهيألي مش هيمر بينا موقف قد اللي مر بينا الموسم الماضي. ده حقيقه، ده حقيقة. ان الدور الاول كله كان 7 بونت، وكان بالزبط. اول فرق اللي يعتبر مهددة بالهبوط، وتمسكنا بمستر سبور الحمد لله ربنا وفق، والدور الثاني عملنا يعني ماتشات كويسة وكنا من افضل فرق في الدور الثاني. فاحنا دايما بندي المدير الفني فرصة لنهاية الموسم بطبيعتنا. يعني الحاج احمد الصحيفي المشرف العام على الكرة في الجونة شكرا جزيلا. هتطلع فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ شريف شدوى نائب رئيس مجلس ادارة المصري البورسعيدي، الحديث عن المصري البورسعيدي، الحديث عن منطقة البورسعيدي لكرة القدم، الدوري العام المصري شكله، الرعاية، المواعيد، كل الامور اللي عدم وجود جماهير، اللعب خارج الارض، مبادرة التصالح مع الاهلي، حاجات كتيرة جدا نتكلم مع الشريف شدوى لكن بعد الفاصل.